السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مصعب تتر وأنا سعيد عبد الهادي باسمنا وباسم رابطة أكاديمية الجولي. بنحب لكل الشاب المتألق قصي جابر ألف الحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله لك ما بترجع تشوف أي مكروه. وبنحب نقول لك إنه ميادين العطاء والتطوع بحاجتك وبانتظارك، فإن شاء الله إنه بترجع لها بقوة وبتبقى فيها من السباقين أخرى مرة. أشد لنا حالك، بنستنى نشوفك فيها ويعطيك ألف عافية. قصي مرحبا، سلام. كيف حالك؟ إن شاء الله بنشوفك يا قصي في أحسن حال وانت سالم، وربنا مسلمك ومعافيك ومشافيك. قصي القوي، قصي المبادر، قصي المتطوع. ان شاء الله كل الاعمال السابقة الخيرية اللي كنت تكون فيها تعود اليك فقط بالفضل وتعود اليك بالشفاء. نلقاك ان شاء الله على مقاعد الدراسة في اي وقت، ورب العالمين يقويك وانت قوي، ورح تكون في احسن محل وفي احسن مسار وترجع زي ما كنت سابقا ان شاء الله. يعطيك العافية قصي، الحمد لله على سلامتك حبيبي. بدي أتمنى لك الشفاء العاجل بإذن الله تعالى عشان ترجع وتقود الشبيب إلى أحسن حال، ونحن بانتظارك. يعطيك العافية، سلامتك لك يا غالي. الحمد لله على السلامة، ونستنى فيك.